محمد محمود فاضل فهمي. لا مبسوطة جدا طبعا، قضاء انصافنا بس لسه هنكمل ولحد لما نستكمل البراءة للآخر، وهو ما عليهوش أي جريمة ولا أي إدانة. يا محمد الجنسية ليست ورقة لنا في القلب، وقال هي إن الجنسية ليست ورقة إلا إذا كانت في القلب، ويمكنك أن تأتي مصر كزائر Journalism has won today, but yet we still have a long battle back in my country, in Egypt. We have almost 100 journalists in jail.